عندي هنا التوست ابيض، طبعا ممكن استخدم التوست البني خلاص بالحبوب الكامله. وكمان في فاكرين لما عملنا الشوكولاته اللي هي شوكولاته الفرد الصحيه اللي هي كانت من الحمص الرهيبه، ممكن جدا ان انا اعملها مكان الشوكولاته الفرد العاديه اللي فيها سعرات حراريه كتير. وعندي هنا كمان شويه شوكولاته دايبه اللي هم الشوكولاته اللي فيها شويه لبن، مش شوكولاته خام، الشوكولاته اللي فيها لبن، وشويه سوداني مجروش. عندك فستق؟ ما عندكيش اي حاجه؟ تمام. بس السوداني ده يعني ارخص انواع المكسرات ماشي، وانا بحبه جدا على فكره مع الشوكولاته، مش رخيص يعني ان هو لا مش مستخدماه علشان لا، هو علشان هو هيبقى حلو قوي في الوصفه دي، وصفه بمقدارين ثلاثه مفيش ألذ من كده، بسيطه قوي قوي. طيب هنعملها ازاي؟ مش عايزين استخدمت النهارده البوتاجاز حاجه واحده وطفيت على طول، والفرن كمان حاجه واحده، ممكن طبعا ان احنا نستخدمها ونعملها على ايه؟ على النار البطاطس. نفتح التوست كده اهو ماشي، وبعدين نجيب بقى الرول دي عندنا ونبدا نفرد التوستايه على اخر حاجه اهي، التوستايه كده نفردها على اخر حاجه. ولازم نشيل الحواف، فالحواف بشيلها بعد ما بفرد التوست عندي اهو. عايزين تشيلوها قبل برضو؟ ماشي اهي. اهو اتشالت من غير ما ايه افطسها. تمام. طبعا ده احنا مش بنرميه، انا قلتلكوا قبل كده ده بنحطه مع الفينو والبقسماط وبنعمل بيه احلى فيجيتار خلاص. طيب هعمل ايه بقى؟ تعالوا بس هنعمل كام واحده كده ونركنها علشان نشتغل مره واحده في الخطوه اللي بعدها اهي. على فكره ممكن كمان احشي مع شوكولاته اي فاكهه، ممكن احط موز لان دي حاجه مش بسويها انا كده خلاص شكرا. ممكن احط موز، ممكن احط تفاح، ممكن احط معاها جوه مكسرات. بس كده احب بس ان هي تكون متساويه. ونروح واخدين اختها. عايزه ابص على في الفرن عشان البطاطس لو محتاجه تقليبه ولا حاجه نقلبها، بس هي بتاخد شويه وقت في الفرن، مش يعني مش على طول، مش سريعه اهو. وقطع الحاجات دي بقى حلوه في ايه؟ ان احنا بنتحكم اولا في الحاجات الحلوه اللي احنا بنديها لهم بدل ما يروحوا يجيبوا حاجه من بره. دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما بقول لكم انا ممكن ابدل الشوكولاته اللي عندي اللي هي اللي مليانه سكر بالشوكولاتة اللي انا هعملها في البيت. بس كده اهو خلاص، انا هعمل اربعة بس كفاية كده. وقطع اهي. طبعا دي طالعة ترند وتستاهل بصراحة لانها لذيذة. نشيل ده بقى كده، وتعالوا بقى نفرد عندنا هنا الشوكولاتة بتاعتنا بايه؟ بالمعلقة اهو، وارلها كده كده كده. تمام اهي عندي، واروح عاملة كده هلاقيها على طول تمسك اهي في بعضها. ونروح على التانية. احنا قلنا هنعمل كل خطوة الاول عشان ندخل على اللي بعدها كلها يعني. ونروح رنين كده
بس كده شكرا. تاهي لي اختها. بصوا باخد حته نونه ازاي، مش باخد كتير يعني اقل من نص معلقه وافردها كلها. عايزينها بشوكولاته خام الكفر ماشي، بس انا هقول لكم هتبقى ناشفه قوي من الشوكولاته الخام ما فيهاش. ممكن نسيحها بشويه لبن، ممكن نسيحها بشويه زبده علشان ما تبقاش ناشفه قوي. بس كده. وبعدين تعالوا بقى ننزلها هنا اهي، نغطسها كده كده ونطلعها على ورقة ايه زبدة اهي، ونطلعها على ورقة زبدة. عايزين ترشوا المكسرات جوه الشوكولاتة ماشي، عايزين ترشوها بعد ما تخرج معانا من الشوكولاتة المكسرات برضو كده. حلو كده ايه، حلو اهو. عندي هنا حتة كده باينة فايه اغطيها كده، ويبقى خلاص كده انا خلصت. وهي لسه ايه عندي هنا طرية الشوكولاتة، ارشها بقى بايه شوية المكسرات اهي، تطلع تحفة. او ممكن زي ما قلت لكم نحط المكسرات جوه في الشوكولاتة. انا عاملة الشكلين، تعالوا نفتح كده واحدة. انا عاملة الشكلين، بصوا عاملة ازاي اهي، واحدة طالعة معانا اهي من اللي احنا عاملينهم وسقعوا معانا وشوكولاتة مسكت. تعالوا نفتح واحدة، بصوا دي شوكولاتة السوداني كان مع الشوكولاتة، بصوا عاملة ازاي خطيرة حلوة قوي. وهنا حطينا السوداني بره اهو اهي تحفة. ده قلبة بس كده. ودي هتنشف هشيلها وبرضو اقدمها زي ايه اخواتها. شكراً.